طيب هل تتوقع تعويم ثالث للجنيه قبل نهاية العام؟ ليس ثالث فقط، هناك تعويم ثالث ورابع وخامس وعاشر إذا ما ظلت للسياسات الاقتصادية الخرقاء على ما هي عليه الآن. طيب ما لم تنتج مصر فستكون عملتها في الحضيض، وستكون لها يعني خلفيات أسوأ مما حدث في بلدان أخرى. طيب قد يبدو التعويم الثالث ان هو شر اقتصادي، لكن الحقيقه الكلام اللي متقال حواليه ان هو ضمانه او مطلب لصندوق النقد، وده يعني ان صندوق النقد يمكن يوافق على قرض اخر، يمكن يتحدث مع المستثمرين ان الاجواء في مصر اصبحت افضل، وبالتالي تاتي استثمارات اجنبيه، بالتالي اموال ساخنه مره اخرى، ويعود الاستثمار الاجنبي لمصر. فيمكن يكون التعويم يبدو ان هو شر، لكن الكلام اللي بيقال حوله ان هو وراءه خير اقتصادي كثير لمصر، ما رايك؟ هذه هي الدورة الخبيثة. يعني أنت يعني تخرج يعني من شر إلى شر، وإذا كان محمد معيط قال لن نعود مرة أخرى للأموال الساخنة، لكن الشواهد بتقول إن مصر هتعلي سعر الفائدة وتخفض قيمة العملة علشان تقدم مبررات لعودة الأموال الساخنة مرة أخرى، ويظل هناك استقرار في سعر الصرف اللي هيحدث بعد التعويم لفترة ما، ثم تحدث كارثة مرة أخرى ونعود لنفس الدائرة أو الحلقة الخبيثة من المدار الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير جدا. مصر لازم تنتج، مصر لازم تنتج، مصر لازم تنتج، بدون ذلك كل ده لا يعني يسمن ولا يغني من جوع، ولن يخرج المصريين من حياة البؤس اللي هم عايشين فيه. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الحافظ الصاوي، الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية.